اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. حنتابع مع التكنولوجيا وحنتعرف اليوم على المزايا الجديده لسامسونج جالكسي اس 5. واسمحوا لي ارحب معايا بالسيد زاهر كمال، المدير الاقليمي لمنتجات الهواتف المتحركه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اهلا فيك. يا اهلا وسهلا خير. مساء النور. حتكلمنا طبعا اليوم عن سامسونج اس 5 والجير كمان، بس خلينا نبدا اول شيء، ايش بيميزه كشكل وسواء يعني الشاشه او الكاميرا او عن تقريبا كمان اس 4، يعني ايش الجديد فيه؟ طيب بالنسبه اول شيء لشكل التليفون، غيرنا شكل الكفر الخلفي، صار في عنا الكفر الخلفي بشكل ثقوب، الاطار تبعه صار شكله اكثر بريميوم عن الموديلات السابقه شوي، لان كان في عنا فيدباك انه اجهزتنا متشابهه، فحبينا بهالجهاز نغير شكل الكفر. نعم. وبالاضافه للالوان صار حينزل عنا الاس 5 بالوان جديده، طبعا الالوان الابيض والاسود دائما. حينزل ولا نزل؟ لا نزل. اوكي. الابيض والاسود هي الواننا دائما الثابته، هالمره نزلنا لونين جدد اللي هن الازرق والجولد. اوكي حلو. طيب وبالنسبه للشاشه ايش ميزتها؟ بالنسبه للشاشه هي 5.1 انش فول اتش دي سوبر اموليد. طبعا نحن سامسونج مستعمل السوبر اموليد، اللي بميزه عن الشاشات الثانيه انه حجمها ارفع، استهلاك البطاريه اقل. نعم. بالاضافه لانه طبعا اللي بيعطي وضوح للشاشه هو عدد النقاط الضوئيه السب بيكسل. اوكي. بالسوبر اموليد كل بيكسل فيه عدد اكبر من السب بيكسل مقارنه بالاجهزه او الشاشات الثانيه المختلفه. نعم. طيب يا ريت نوضحها نبسطها شويه اكثر، يعني من الناحيه يعني عشان ما نكون شويه اي تي او تقنيين اكثر، يعني انا مثلا لو حشتري هذا الجهاز ايش حتكون ميزته بالنسبه لي كشاشه عن باقي الاجهزه وعن الاس 4؟ قلت لك بالنسبه للشاشه في شغله مهمه كثير، استهلاك البطاريه. يعني مثلا ودك طوري الشاشه، البطاريه بالعاده الشاشه بتستهلك 50% من البطاريه، فودك طوري الشاشه حتحطي بالحسبان استهلاك البطاريه. استهلاك البطاريه بيكون عندنا 20 ل 30 بالسوبر اموليد مقارنه بالتليفونات الثانيه، وطبعا هي شغله مهمه انه البطاريه تعيش لوقت اطول. اكيد طبعا احنا ماساه العالم كله في الجوالات في البطاريه، لانه لما بتصدى طبعا في شواحن يعني الواحد بياخذها معه، بس انه الافضل انها تصمد لفتره اطول. طيب خلينا نتكلم كمان عن انتم عاملين في الكاميرا في ميزات مختلفه في الجوال هذا، واحده من الميزات يعني تعتبر من الميزات اللي بيستخدموها حتى في الكاميرات التصوير اللي هي في التلفزيون، يعني فياريت تشرح لنا عنها. مزبوط. بالنسبه للكاميرا طبعا الكاميرا هي واحده من اهم العوامل بالسمارت فون اللي بتهم المستهلك. صحيح. ايوه، فلهيك اول شغله طورناها وركزنا عليها هي الكاميرا. طبعا الكاميرا المدمجه هي 16 ميجا بكسل. أوكي. الخلفيه طبعا ممكن يكون في كاميرات ثانيه بالسوق 16 ميجا بكسل، بس شو بنقدر نعمل فيها؟ اول شيء صار عندنا بالنسبه للاس 5 هو اسرع اوتو فوكس بالعالم. اللي هو ثلاث اجزاء، هو سرعه التركيز التلقائي. اوكي، بمعنى اخر بعيد عن التراكيب، الاوتو فوكس هو مهم لما بكون عم صور جسم متحرك، او انا متحرك وعم بصور جسم معين. لنفترض انا بالسياره على سرعه كبيره فيني صور بثلاث اجزاء من الثانيه فيني اخذ صوره واضحه، بينما اي اجهزه ثانيه ما حتكون واضحه عشان الاضاءه ما حتلحق تتوازن مع بالضبط. بالضبط. الشغله الثانيه طورنا ميزه الاتش دي ار. الاتش دي ار هي اللي هي المدى الديناميكي العالي. العالي معناتها ايش بالضبط؟ طبعا شو الهدف منه؟ انه وقت تكوني عم تصوري بدرجات اضاءه منخفضه او عاليه بضمن لك انه الاجسام كلها اللي بالصوره تكون اضاءه، التليفون بينتج اضاءه والوان طبيعيه بحده عاليه. لنفترض انت لما بتكوني عم تصوري بالشمس بوشك دائما الوش بيطلع داكن، فبميزه الاتش دي ار بضيف اضاءه والوان طبيعيه على الصوره بحيث انه يضمن كل اجزاء الصوره واضحه بنفس الدرجه. يعني لو الاضاءه قويه او الاضاءه خفيفه الصوره بتطلع مظبوطه، يعني هم الجهاز بيظبط الاضاءه. بدك تشغلي الاتش دي ار بتشغليها. والحركه الحركه اوتو فوكس لا ما بتحتاجي، هي دائما شغاله، بس بالنسبه للاتش دي ار ممكن تعمليه اون او اوف حسب اذا درجه الاضاءه واطيه او عاليه. الشغله اللي كثير حلوه طورناها السلكتيف فوكس، يعني انا اذا بصور مثلا لنفترض خلفيه معينه اللي هي ميزه التركيز الانتقائي. بالضبط. ايش يعني بالضبط؟ الهدف منها انه
طبعا كنا قبل اذا نصور نركز على شغله كنا نستعمل عدسات اضافيه، هلا بهالميزه فلاتر، حتى كاميرات التصوير في الاستوديوهات الفلاتر. هلا لا بالسلكتيف فوكس فيني مثلا انا اصور هون واعمل فوكس مثلا على وشك، بس بصير الخلفيه بليرد مش واضحه، التركيز بس على وشك. ممكن اعمل التركيز على الشيء القريب او البعيد، يعني ممكن تعمل الفوكس على وجهي وعلى الخلفيه الاثنين يكونوا واضحين والفوكس عليهم عالي او التركيز عليهم عالي، او انت او البعيد او اثنيناتكم. طب ممكن تورينا بليز عشان يعني نفهم كلنا اكثر؟ طبعا بالنسبه لل مثلا ناخذ صوره للحوض. هو يفضل شغله تكون قريبه لنا. طبعا اول شيء بنشغل طبعا نستعمل ميزه الميرورينج مثل ما لكم شايفين على التلفزيون التي في الكيرف على الشاشه. سلكتيف فوكس اوكي. طبعا يمكن الإضاءة هون عكس المي عندي. طيب حتورينا حضرتك الآن كيف الصورة إذا حنبغى الفوكس على الجهاز أوكي. أو على الجهاز والخلفية أو على طبعاً واحد منهم أوليك. مثل ما لكم شايفين فيني إضاءة هذا الزر، تمام، فيني احط الفار، هذا هلا محطوط على النير فوكس على الجهاز، على السؤال الاقرب اللي هو الجهاز الفار فوكس صارت بلر اللوجو تبع السامسونج. ممكن احط الاثنين فوكس على الاثنين، تمام، نوعية الثالثة بنعمل سيف. هاي بالنسبة للسلكتيف فوكس نقدر نستعملها للأجهزة القريبة أو البعيدة. ممتاز. طيب في عندكم ميزة في أجهزة السامسونج اللي هي في سامسونج 4 للمحافظة على الرشاقة واللياقة، وكمان بتشجع الأشخاص أنهم يتحركوا أكثر، تقدر تعرفهم يعني قديش بيتحركوا قديش بيستهلكوا طاقة. عندكم الآن البرنامج نفسه طورتوه بميزات مختلفة، يا ريت تكلمنا عنه وعن ميزاته. أوكي، البرنامج هو اسمه الإس هيلث، طبعاً نزلنا أول شيء الفيرجن 1، الفيرجن 2، وهلا نزلنا الفيرجن 3. طبعا طورنا اول شيء البيدوميتر، طبعا مثل ما بتعرفي عندنا عداد خطوات بيحسب عدد الخطوات والمسافه المقطوعه ونفس الوقت عدد الحريرات اللي بتخسريها، السعرات الحراريه اللي بتخسريها خلال الفتره اللي عم تمشي فيها او عم تمارسي اي رياضه. الشغله الثانيه صار في عندنا الهارد ريت سنسر اللي بيحسب لك نبضات القلب، لو لمسته حيقول لي كم نبضات القلب، صح؟ بالضبط، تحطي اصبعك ورا، طبعا الجزء الخلفي هو فلاش والقسم اللي على اليمين هو السنسر تبع الهارد ريت، تمام. مجرد ما حطينا بشغله طبعا بنعمل سيت اب. طبعا هي الهارد ريت، تمام، بتقيس معدل نبضات القلب، وطبعا اوكي هذا الشكل فينا نشوفه الهارد ريت، مجرد نحط اصبع سواء كانت مشي او جري او اي نوع رياضه او سايكلينج. اوكي هلا بنحكي على اشياء ثانيه، طبعا هلا بنشوف 104. أوكي. اوكي طبعا طبيعي مثل ما بتعرفي هي على النبضات لما بتزيد، مثلا وقت انا بحط تارجت معين لما بتزيد نبضات القلب اعلى تكون اوكي عدد الحريرات المحروقه اكثر. هي الشغله ممكن نقيس درجه الحريرات اللي عم نخسرها، بالاضافه لمنتجات الجير. ايوه الجير طبعا نزلنا جهازين الجير 2 والجير فيت، طبعا الاس جير فيت مع الاس 4 مع الاس 5 هدول كومباتيبل ممكن يشتغلوا مع كل السمارت فون. اوكي
مثلا لنفترض السمارت فيت، كل الميزات تبعون الاس هيلث تشتغل عن طريق الساعه. حتى الساعه فيها الهارد ريت سنسر، فينا نشوفه ورا، يعني انا وانا بمارس الحساس تقدر تقول قديش نبضات القلب اذا مرتفعه او بالزبط. مناسبه او بالزبط. طيب اذا يعني كانت مرتفعه ايش حيقول لي؟ طبعا بيعطيكي نوتيفيكيشن مثلا، يعطيني ملاحظه انه خلاص هدي شويه مثلا، او بزيد السرعه او نقص السرعه. اوكي، ممكن احط تارجت، اكتب مثلا، اطلب مثلا تارجت معين. التارجت ممكن تكون بالوقت او بالمسافه المقطوعه او بعدد الحريرات اللي انت حابه او الهدف تبعك انه تحرقيه. تمام. بالاضافه لهيك في عندنا البرنامج الكوتش، هو المدرب الشخصي. هذا البرنامج انت بياخذ، انت بتعبي معلوماتك، طولك ووزنك، بيعطيك شو المعدل او الوزن الطبيعي، وبيعمل لك برامج رياضيه مثل مدرب شخصي. يعني حتى وانت مثلا حطيتي تارجت تحرقي 500 كالوريز مثلا، بحط لك لازم مثلا ترقدي لفتره 40 دقيقه، اذا بتقللي السرعه بقول لك لازم تزيدي 5 دقائق او تزيدي السرعه. حلو. اذا الهارد ريت تبعك ارتفع بيعطيك نوتيفيكيشن سلو داون او ريديوس يور سبيد. فهدول الاجهزه بيشتغلوا، ممكن الاسهل تشتغل مع الجير التو او الفيت. اوكي حلو. طيب خلينا كمان نتعرف على موضوع اعتقد انه مهم لكل الاشخاص، لانه احيانا الجوالات بتغرق يعني، فانتوا ايش عاملين؟ بتغرق خلاص بينتهي الجوال، يعني نادرا ما في جوالات ممكن ترجع تستخدم ثاني. انتوا عاملين نوع من الحمايه جديد في الجهاز سامسونج اس 5 عشان يعني الحمايه من الماء او أوكي. يعني الامور الحراره. طبعا الاس 5 جالكسي اس 5 هو فيه عندنا شهادة الـ IP67. الـ IP67 هو رقم، الرقم الأول ديجيت الأولى أو الخانة الأولى الستة هي مقاومة الغبار. هي وهذا الرقم ممكن يكون من 0 إلى 9، كل ما زاد الرقم تكون المقاومة أعلى. يعني نرميه في صحراء دبي إن شاء الله ما يتنسى. ما في مشكلة. بالنسبة للماء مقاومته 7 من 9. طبعا كل رقم له فترة زمنية معينة وعمق معين. الشهادة اللي عندنا إياها 7 بالنسبة للماء، هي فيك تخليه نص ساعة بالماء على عمق متر واحد. طب خلينا نشوف. فهلا ما عاد فيكي، طبعا في شغلتين كثير مهمات اذا اللي بيشتريه او حابب. طبعا اذا فتحنا الكفر هو في عندنا هون بروتكشن، هذا الرابر. فاهم شيء لما نجرب لازم نتاكد انه مقفول كويس. مقفول. نفس الشيء مكان الشارجر في عندنا كليب صغير. نتاكد انه الكهرباء يسمع متسمى صوت. طبعا فيني حتى افتح الكاميرا. طبعا التليفون وقت بنحطه بالماء، يعني الواحد يقدر يصور تحت الماء يعني. وقت نحطه تحت الماء الشاشه بتفقد حساسيتها. اوكي. فاذا بدك تصوري مثلا لازم تتحكمي من زر الفوليوم. الزر اللي من الجنب. اوكي. اوكي. طيب والصوره بتطلع ملونه؟ اوكي. لو جاتني رساله من تحت الماء حتشتغل؟ بجيك النوتيفيكيشن كله. طبعا بفتح بمسح بس شوف الصوره. لازم نمسحها منيح، لاني قلت لك تحت المي او شاشه وقت بتجي لها مي بتفقد حساسيتها. طيب يعني ممتاز، في عندكم بروتكشن من الحراره. هاي طبعا الصوره فينا نشوفها. حلو. في حماية من الحرارة ومن الماء ومن الغبار. ممتاز. بالإضافة صار عندنا حساس لقراءة البصمة، صار فيني أقفل التليفون باستعمال بصمة إيدي. أوكي. طبعا الحساس هو موجود هون بهاي الفترة، ممكن طبعا بكل الاتجاهات، بس دائما وقت نحط البصمة كرمز حماية بطلب مننا رقم ثاني احتياط، لنفترض لاني الايد صار فيها اي خدش او اي ماده سائله كريم، مرات ما بيقرا مزبوط، فبكون دائما عندك بديل رقم سري لا سمح الله. اذا يعني صار شيء لاصبعك بكون عندك خيار ثاني. اخر شغله، الشغله المهمه مثل ما حكيتي انت، دائما عندنا مشاكل انه وقت البطاريه واحد بكون برا مثلا او بطاريته تفضي ما بكون عنده تشارجر متامن، صار في عندنا ميزه الالترا باور سيفينج، اللي هي لنفترض اذا عندك 10% بس بالبطاريه، بالحالات العاديه يمكن انت شفتك بتستعملي الاس 4، بالحالات العاديه هو ال 10% مثلا بتشغل لك نص ساعه يمكن ماكسيموم 35. انا بستخدم 3 جوالات.
هلا صار في عنا ميزه الالترا باور سيفينج، لو حتى عندك 10% فيك تشغلي التليفون 24 ساعه. اوكي. شو بيعمل التليفون بالالترا باور سيفينج؟ بيقلب التليفون لابيض واسود. اوكي. وبوقف كل، مثل ما بتعرفي تليفونات سامسونج هي مالتي تاسكينج، فدائما لو مش شايفه انت بكون عندك مثلا 30 ابلكيشن از رانينج، بوقف كل الابلكيشن وبخلي لك بس الابلكيشنز الاساسيه اللي انا ابغاها، الفون والمسج هدول بضلوا ستاند باي. بالاضافه فيك تضيفي ثلاثه ابلكيشن ثانيين، بس مجرد انت دخلتي عليهم تفتحي الابلكيشن، بس مجرد طلعتي هن بكونوا ستاند باي مش شغالين، لحتى يقللوا اكثر قدر ممكن استهلاك البطاريه وتبقى فتره اطول معك. طيب ممتاز، في حاجه حابب تضيفها؟ طبعا الاطفال يمكن ما نسيناهم كمان، صار في عنا ميزه جديده اللي هي الكيدز مود. صار في اكيد اللي عنده اطفال دائما بخاف من شغلتين، او يوقع في المي التليفون، او انه يتكسر عاده الاولاد انه يفتحوا يشوفوا شغلات مش مناسبه لعمرهم. صار في عنا الكيدز مود، صار فيك تقلبي التليفون، بس تضغطي على الكيدز مود بقلب لك اياه لتليفون اطفال. في عندك ابلكيشن بتحطي لهم اياها، وتحطي لهم اي ابلكيشن، ممكن تعطيهم صور العائله او هيك، ما فيهم هن يطلعوا لوقت ما انت تدخلي وتحطي باسورد معين. بالاضافه صار عندنا البيبي كراينج ديتكتور، اللي عنده بيبي صار فيه يحط التليفون على البيبي، فمثلا انت برا ممكن تحطيه على هالوضعيه، اذا صحي الولد او صار يبكي في حساس لبكاء الولد بصير الساعه بترن. لنفترض حتى لو المسافه بعيده جدا يعني هن مشبوكين مع بعضهم، طبعا لمسافه 20 متر هي مسافه اللي بتربط البلوتوث، بتربط جهاز بالجير. فكمان ما نسينا الأطفال وأمننا حماية، وطورنا تقريبا التليفون بحيث يتناسب مع جميع الأذواق والأعمار والاستخدامات. ممتاز ممتاز، شكرا، يعطيك العافية على وجودك معنا، شكرا على المعلومات الجديدة الموجودة في سامسونج S5. مشاهدينا طبعا حابة أعلن في نهاية هذه الفقرة أنه برنامج سيدتي بيطلق ابتداء من اليوم مسابقة لأجمل اللحظات والصور في حياتكم. المسابقة حتستمر لمدة 3 أسابيع، وفي كل أسبوع في فكرة معينة. الأسبوع الأول حتكون لأجمل اللحظات العائلية، الأسبوع الثاني لصور مناظر طبيعية في الخليج، والأسبوع الثالث والأخير لصور حياتكم الصحية، وجباتكم الصحية. حابين أنكم تحملوا صوركم على المواقع الظاهرة أسفل الشاشة حتى تربحوا فرصة لحصولكم على سامسونج جالاكسي S5 والجير أيضا. طبعا إحنا بتسمح لي بالجوال، الطريقة اللي حتكون أنا حعمل واحدة من الصور بس عشان يعني تكون فكرة واضحة، هستخدم الكاميرا وحصور صورة، حبدأ بنفسي يعني حصور صورة وحملها على التويتر، هاشتاج اللي على تويتر. تمام، فن تويتر. اوكي، اول نيو جالاكسي S5 اسم الهاشتاج، الحين نروح على تويتر. اوكي، واكثر صورة حتاخذ عدد من الاعجاب واللايك حتكون هي ان شاء الله الفايزة. مش راضي يكتب اسمي. طيب اوكي، هنعمل اوكي تويت. فان شاء الله تكسبوا في هذه المسابقة، واحنا حنتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا مع موقع تويتر، وما اخترناه لكم اليوم من هاشتاج نتابع. هاشتاجنا الذي اخترناه لكم اليوم هو سعودي يطلق زوجته لقيادتها السيارة، وهو هاشتاج تداوله المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعقيبا على خبر تطليق رجل لزوجته بسبب ظهورها في مقطع فيديو وهي تقود السيارة في أحد الأماكن العامة بالمنطقة الشرقية برفقة ابن شقيقتها. فخردت توت القحطانية تقول: طلق زوجته لقيادتها السيارة بكل سهولة، طلقها بالثلاث، والمرأة تكافح مع مدمن أو سكير أو مريض، وما حد يوقف معها، لا المجتمع ولا قضاء، ويلومونها. وغرد خالد اليامي قائلا: طلاق مرة واحدة ما تسوى يا أخي تطلقها، يمكن في خلافات وسوء تفاهم ولقى عذر بالسواقة، وهكذا طلقها.
أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكن أحيانا عفوا بيكون الطلاق حل لمشكلات أكبر، أو بيكون طريقة أو وسيلة الشخص يكون يكتشف فيها أن حياته مع الشخص الآخر هي مضيعة للوقت. مشاهدينا سيدتي، مستمر فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، هيئة حقوق الإنسان تقيم ملتقى وبالوالدين إحساناً بجدة.